طب نعمل ايه عشان نتخلص من هذا التفكير المفرط ونعيش في سعة الله وفي فضل الله، وكمان نعيش كمان عندنا فرصة ان احنا نعمل الحاجات اللي احنا بنسعد بيها؟ اول حاجة، انا لم ارى شيئا يعالج التفكير المفرط قد البساطة. الانسان كل ما تعامل مع الاشياء ببساطة كل ما هيجد ان حياته ايه اللي بيحصل بتتسع، وبيغلب عليه حسن الظن بالله سبحانه وتعالى. فتعامل ببساطة. يعني ايه تتعامل ببساطة؟ تترك ثلاث حاجات: التفكير في الأشياء البسيطة بعمق، ان انت تتوسع في التفكير بالأشياء البسيطة، ان انت تقف عند كل حاجة، ان انت تتعامل مع الأشياء كلها بمسألة فيها نوع من أنواع الصعوبة والتعقيد. يبقى أول حاجة فكر ببساطة، اتعامل ببساطة مع الأشياء، ما تفكرش في كل حاجة بعمق. لازم تبطل المسألة دي خالص. مش كل حاجة، لما تجيلك كوباية مية ما تفكرش ان كوباية المية دي لو ان هي كانت ما تغسلتش كويس فممكن تنتقل فيها الأمراض، طب لو انتقلت فيها الأمراض طب ما أنا ممكن يحصل لي كانسر، أعوذ بالله من الطريقة دي. فين فالله خير حافظ وهو أرحم الراحمين. بطل تفكر في الأشياء البسيطة بتعقيد، ده ما اسموش عمق، ده اسمه تعقيد. الحاجة التانية، لازم تتعود ان انت لما تيجي تعمل حاجة تطلع اول منتج. لازم تتعود على ده، لان انت لو ما طلعتش اول منتج هيحصل ايه؟ هتفضل طول الوقت بتعمل حاجة وانت بتحس ان انت بتحسن، انت ما بتحسنش، انت بتضيق على نفسك. الحاجة التالتة اللي انت لازم تعملها، ان انت دايما طول الوقت مع انتاج، ان انت ما تفكرش للآخرين، ما تفكرش لحد. انت مشغول بان انت تفكر في طاعة الله ليك انت، ما تفكرش لحد تاني، فكر ليك انت. يعني فلان ده لو كان عمل كذا مش كان يبقى احسن له؟ فلان ده اكيد بيفكر في كذا دلوقتي، انت مالك؟ هذا ليس مما اقامك الله فيه، وليس من حسن اسلامك. الحاجة الرابعة، تبطل تتتبع التفاصيل الصغيرة غير مهمة. كل الحاجات دي بتمر، وكل الحاجات دي بتعدي ويجي افضل منها. خامس حاجة، ان انت تدعي الله سبحانه وتعالى بدعاء يحميك من الاسراف. تقول ايه؟ اللهم اني اعلم ان وقتي وفكري منة منك، فيا رب احفظني مني، واجعل فكري فيما تحب، واجعل فكري الى ما تحب، واجعل فكري بما تحب، فاجعلني بما تحب حيث أحببت، واحفظني يا مولانا من سوء خواطري وسوء فكري، واجعلني متفكرا دائما في نعمتك. يا رب اجعلنا على الدوام من أهل اليسر والبساطة والسعادة، اجعلنا دائما يا رب ممن جعلتهم فيما تحب، ويسرت عليهم كل مناحي حياتهم يا رب العالمين. اغفر لنا وارحمنا من أنفسنا، ويا سيدي خذ بيدي ولا تتركني لي.